ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي عبد الودود الجدحي. أهلا بك أستاذ عبد الودود في برنامج من المهرة. حياكم الله، سعيد جدا بالظهور معكم مرة أخرى. أستاذ عبد الودود، بداية، كيف الوضع في المهرة وما استعداد المواطنين لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟ نعم، يستقبل المواطنون العيد في المهرة كغيرها من المحافظات الأخرى. طبعا للمهرة عطقوسهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم الدائمة في الأعياد والمناسبات، والأسواق هذه الأيام مزدحمة جدا بالناس لشراء الأضاحي والملابس والاحتياجات الخاصة بالعيد، وتشهد المحافظة عودة الكثير من المقتربين الذين عادوا لقضاء العيد مع أهليهم رغم الظروف الصعبة في اليمن. نعم، أستاذ عبد الودود، في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي والاحتياجات الأساسية، كيف يستقبل المواطنون العيد؟ نعم، كما أشرت لك أن هناك صعوبات تمر بالبلاد، ولعل أبرزها وأهمها مشكلة تدهور العملة وارتفاع الأسعار، والمواطن المسكين طبعا لا يجد حلا إلا أن يتدبر أمره ويوفر المستحيل ليتفاعل مع أجواء العيد ليسعد أهله رغم شحة الإمكانيات وقلة الرواتب وغيرها من المصاعب التي حلت بهذا الشعب المغلوب على أمره. نعم أستاذ عبد الودود، من المتسبب في ارتفاع هذه الاحتياجات الأساسية للمواطن برأيكم؟ طبعا بلا شك أن السلطات الحكومية تتحمل كافة المسؤولية بعدم التدخل لإيقاف هذا العبث الحاصل واكتفاء ببعض البيانات والتصاريح الصحفية دون إيجاد حلول ممكنة لوقف هذا التدهور وغيابها عن سير العملية الاقتصادية وعدم متابعتها لهذه القرارات الصادرة من قبلها. بشأن الحلول، ما هي الحلول الممكنة للتخفيف على من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده المحافظة؟ طبعا الحل هو أن تقوم الحكومة بعملها ولا تكون مرهونة للخارج. طبعا هو الوضع معقد جدا والمشهد ضبابي ومصير البلد مجهول جدا في ظل غياب الحكومة وعدم وجود منها حقيقية أو رغبة صادقة لإيجاد حلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فقد تحمل هذا الشعب الكثير وعانى الويلات والكوارث بشتى أنواعها، وأنا أوجه رسالة للمسؤولين وأقول لهم خافوا الله في هذا الشعب، خافوا الله في شعبكم. نعم، كنت معنا عبر الهاتف الإعلامي عبد الودود الجدحي، شكرا جزيلا.